لما نرجع بنرجع بباركور بعربية الكرومة، أفضل وأسرع وأحلى والجميلة. والأستاذة العربية كرومة، ومش أي كرومة بقى، ده الأرمورد كرومة. بص بص بص، والجني متعدلها ده تامر. يلا شوف شوف بلا شوف انت شوف ده اختفيت من قدام ازاي؟ من قدامك إيه يا أسطى؟ لا جو سحر وشعوذة في بداية الفيديو ده مش هسمح بيه. يا نهار أسود يا نهار. والله انت اختفيت من قدام. المهم ما تنسوش الاشتراك واللايكات والحبشتكلات والحركات والحاجات الحلوة والريسبون اللي متعودين عليها، وانا كمان ريسبون. ايه بجد والله؟ اه والله بقول لك ايه، احي احي احي. بقول لك ايه، نعم قولي. يا نهار اسود، قلت ان الناس تشترك ولا استنى انا بس اللي النبي، هقول؟ استنى يا اسطى والنبي يا اسطى، استنى يا اسطى، استنى يا اسطى، لا يا اسطى. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ هتعرف لوحدك، هتعرف، بوعدك ان انت هتعرف انا عرفت خلاص. يا جدعان. هو من واضح كده ان ده مهمة صعبة، فيعني ايه، لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. انا شفت تامر لايك بيتقطع، اسود. انا شفت تامر بيتقطع يا جدعان. تامر ايه يا اسطى؟ يعني ايه يعني؟ تامر وقع تاني. استنى بس كده، استنى بص. بص يا باشا، دي عايزة ازاي محترفين ازاي؟ بس. ثانية واحدة، دي عايزة سرعة وعايزة سبيد وعايزة ايه؟ دي عايشة حاجات وعايز كتير. احتراف. ايه قصدك ايه يعني؟ يعني قصدك ايه؟ استنى بقى، قصدي ماشي لو ده، شفت وشي كنت عرفت قصدي. ثانية واحدة بقى. ايوه يابا، بيعدي ولا فرقة معاه. ايوه يابا، فلوس ميزان وزنية واحتراف. جبتها. يعني كان نفسي اقول لكم يا جماعه الانتريير ومش الانتريير، بس انتوا طبعا كلنا عارفين الانتريير الجميل بتاع العربيه الارمورد كروما. ماشي، وطبعا انا معدلها. بص دلعني، انا مستنيك كده تاني. يا جدع بقالي كتير قوي مستنيك. رويرو، ايه يا عم مستنيك بقالي كتير؟ معلش يا صاحبي، معلش، اصل الحاجة عملتها معايا، انت لا عارف. لا لا، بص هتقعد معلش، بقى تتحجج بقى وبتاع. بص بص بص، مش عارف ازاي. بصوا ايه ده، ايه ده، عيب ورا ايه ده، ويرو. ايه ده، ايه ده، ايه ده بجد؟ انت رحت فين؟ انا فهم، انت رحت فين؟ بيقول لك تحت، تمشي انت على طول. ايه ده، انت جيت بالسرعه ديت؟ السلام عليكم. طبعا السلام عليكم. طبعا طبعا، هو يجي بكل بساطه. أوه. ايه ايه ده؟ احنا رايحين فين؟ احي، لا ما تقولش بجد ما لا 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 واحنا رايحين فين؟ لا، الله يخرب بيتك. هو احنا كده صح ولا؟ هنلف تاني. على فكرة انا كنت نازل صح، على فكرة انا كنت نازل صح، هي ايه النازلة ده، صح. بتهزر؟ وار لازم انا ننزل على جنب. النازلة صح. لا انت بس اطلع وسيبها وهي تنزل لوحدها، انا متأكد. يلا 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 يلا، ايوه انا شايف البتاع اللي احنا هننزل عليها اهو. كيف انت بتعمل ايه تاني؟ يخرب بيت. مع السلامه يا حبيبي، مع السلامه يا تامر. هو انا صح؟ انت صح. طب اوبا، بقول لك استناني، استنى. بص بص بص، انا جاي لك من اخر الدنيا من فوق. والله يا تامر عملت حته لاندنج ما اقولكش، حاجه بص قمه في على اللاندنج. اللاندنج يا باشا، بص بص، اهي 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 اللاندنج، اهي اهي. ده فين؟ انا اتعديت اصلا البتاعه. يلا اسطى يلا اسطى، انا شايف. انا صح؟ شمال، ها شمال شمال. يا نهار ابيض. يعني انا والله العظيم يا جدعان جامد كل يوم بشوف من الواد ده عجب والله. والله، جمدان. كل يوم يا جماعة زي ما قلت لكم كده، زي ما انتم شايفين بشوف منه عجب، عجب بالعجاب يا اخي. وانا اقسم بالله كل يوم بشوف منك وساخ. مش عارف ليه يا كده بص، ورا ويرو؟ تاني تاني تاني، النطة دي مش عدت علينا قبل كده؟ يا رب تتشقلب.
بقول لك كده انت هنا احيي. المفروض نروح فين؟ انا عرفت المفروض نروح فين وانت وقع رويرو. انت وقع اوي ايزي. ما هي نفس النطة اللي من شوية. مش عارف انا الزمن يعود. استني اوعى تنفجر يا الزمن يشقلبني. كروما لا تنفجر. الكروما الاسطوري. انظر. انظر انظر ايها الاحمق. انا احمق؟ تصدق ان انت الاحمق؟ طب تعالى يا عم انا مستنيك هنا. انت فين؟ انظر. بص نازل يا جدعان باقصى سرعه. بصوا بصوا ولا هم. انظر يا احمق. هيدي شمال دلوقتي هتلاقيه نازل على التشيك بوينت عشان انا عارف ان تامر نسبه الاحتراف بتاعته مش طبيعيه. اهو. سوف يفعلها. انظر يا احمق. يا اسطى ايه ده؟ ايه ده؟ لقد تبقى تامر. ايه؟ تامر هو احنا مش كنا هنا من شويه؟ اللي هو الفيديو بتاعك ان انت احمق وانا احمق. الفيديو بتاعك شكله كده؟ لا بالله. ايه بقى؟ احنا عاملين نلف السبع على فهم بدري او انا ساكت مش عايز اتكلم. شقلب وانت ساكت. ولا 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 ايه نفسي اجيب النطه دي من المره الاولى. لا اله الا الله. لا اله الا الله. انت رحت فين؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. لقد وقعت على الطريق العام. مهما تحدونا عمرهم ما يعرفوا يقلدونا. الله. وها قد قال انا هتحداك واقلدك واجيبك. شفت انت قلت ايه؟ لان انت عمرك ما هتقدر تبقى اوريجينال. لان this only made بص in بص Egypt. بص على الحاله وحلاوه. بص يا باشا الكلير. انطلق انطلق عليك اللعنه. الله عليك. عبيط يا ابني يا عبيط. قولوا 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 بس عايز يضربني ازاي؟ بص شكله عايز يضربني اهو يا عم. عايز يموت. عايز يموت. الله بصيت لي فاهم الفوست ليه يا اسطى؟ نجيب جنيه. اديني بوست تاني. اسحبني. اشفطني. فطني. اشفطني ربنا يشفطك. اسحب يا. يا نهار اسود. يا نهار. يا ابني اقسم بالله العربية مش بتلف. اقسم بالله. اقسم بالله انا بقسم. يا جدعان كل فيديو باركور بيقول العربية فيها مشكلة. والمشكلة تطلع فيه. اهو. يا عم انا اقسمت بالله يا عم عيب عليك. يا نهار اسود. يا نهار اسود. لا اله الا الله. يا رب يحصل فيك اللي حصل معايا عشان تحس وتشعر. يا ابني يا ابني احي يا ابني. ايه احي ده ايه الباركور ده؟ والله افتكرت ان انا ما خدتش التشيك بوينت. انا عن نفسي يا تامر انا هستناك هنا عشان خاطر حاجه واحده بس. عشان خاطر انت في الاردن ما هي وانا في مصر. ماشي عارف. أيوة. احنا عشان يعني. عشان نقابل بعض هنعمل ايه؟ تيجي كده تعدي. خبطني. غلط. عدلتك إيه والله. ايه ده ايه ده؟ ولا اروح فين؟ مش عارف. هو المفروض ان احنا نعمل ايه؟ هننزل على الطريق. لا امبلا في طريق هنا اهو. يخرب بيتك يخرب بيتك. في ايه؟ نخش الطريق ده ازاي؟ كده كده مثلا. انا افتكرت الموضوع صعب برضه بس يعني الموضوع طلع سهل قوي بصراحه. طب ايه؟ خلي بالك مني عشان يا لهوي حن اللي اصلا ما لحقنيش. عارف لو كان مدي لي كاوتشو استنيك لو كان استناك يابا. ما تستنانيش يابا ما تستنانيش. إيه؟ بيقول لك لكل مش عارف ايه كبوه. فيعني كبوه. اه بص وانا مش فاهم يعني ايه بس اه اكيد الكلام ده طالما طلع من بقك يبقى هو موثوق. يا جماعه لازم يبقى عندكم صديق يطبل لكم في اي حاجه انتم بتقولوها.
زي تم وار ماشي صديق. تعال بالله عليك، بالله عليك إيه؟ انزل انزل بالراحه، انزل بالراحه. ايه عامل ايه؟ طيب طب عامل ايه؟ في ايه المشكله؟ طب تعال بس قرب. يا نهارك اسود، انت لو زي الصرصار كده ليه يا ولد؟ اقلب اقلب. ها بص استنى 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 يا عم. يا عم انا ما عمل، اقسم بالله انت انت اللي عملت كل حاجه. انا ايه يا اسطى؟ انا عملت ايه؟ انا ما لمستكش يا ولد. انت شقلبتني يا وار. انا جيت اقمر يا جميل اقمر. تامر اتحرك اتحرك. انا جايب الشارع ده صعب بصراحه. اتحرك انا جايبه بسرعه. اتحرك تامر اهو. اتحرك تامر. هجلبطك 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 يا تامر. يخرب اخلاقك اخلاقك. عايز تقول عايز عايز تشتمني؟ عايز اشتمه وعايز اشتمه. عايز احيي احيي احيي. مش عارف والله، انا حاسس ان احنا بنمشي غلط. ازيك ازيك يا وراويرو. مش عارف، انا هو احساس بس مش اكتر. هو امشي بسرعه انا مجنون. ايه ايه؟ ليه ليه؟ لا مش بالسرعه ديت يا متهور. استنى استنى، دي خطيره صعبه قوي 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 يا ابن اللعيبه. ايه ده كله؟ يلا تعالى ورا يلا الحاني. رايح فين انت كده؟ مش انا يمكن الله اعلم مش عارف. ولا الطريق من ايه؟ هو من هنا. اه يا عم عندك تشيك بوينت هناك طبعا. انت بقى مش هتقع البعيدة دي يا. ايوه بس هو انت مش هتقع يعني، امرها سهل بالنسبة لك اهو. عشان ما تقولش بس ان انا السبب. بسم الله ما شاء الله. ايوه اشكر ربنا يا عم. ماشي يا ابني. ايه الطريق ده؟ ازاي هنطلع فوق؟ طريق ضيق. حي دي صعبة قوي بجد. حي حي صعبة قوي يا اسطى. احي. ايه يا اسطى مالك؟ فيش ايه؟ في اي وصل. انا جاي باقصى سرعه اصلا. اقصى سرعه عندي هتلاقيني جاي بدري. لا 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 يا كلب يا كلب يا صديق. لا لماذا فعلت بي هذا؟ انت كنت تريد فعل بي هذا ايضا. انظر خلفك. انظر يا لاريس. لقد نظرته. يا ريتك ما نظرته. احنا هنرجع تاني ونخش ان الاتجاه اللي احنا ما جيناش منه الطريق المعاكس. فيها مجنون فيها مجنون. كنت جاي بسرعه مليون. طب ليه ليه العذاب ليه؟ والله فول سبيد والله ولا يفرق يا زلمه ولا يفرق. ايوه يابا ايوه يا كبسه. ايه يا ابني؟ لا انت الكبسه انا الطعميه. انت ايوه صح صح. يا اسطى ما نخش على شغل بعض يا اسطى. اوكي على فكره خلاص يعني بتاع ده بتاع كبسه ومش عارف ايه الطعميه ده خلاص خلاص انتهت مدتها يعني. ايه اللي في يعني انتهى؟ اه ولا ايه؟ لا يا اسطى الاف ده عمره ما هو مش اف يعني، هي اخدت وقتها خلاص. بس يا اسطى احسن يسرقوا الافات كمان. الو هو احنا كنا اغبياء صح؟ صح. لا بس خدني الحنين لعنيكي. هي مين دي يا اسطى؟ هي مين دي؟ لا وضح. انا طلعت من هنا ونزلت بهنا. انا طلعت وعديت. بص يا صاحبي احنا ما ينفعش ان احنا نبطل. احنا ما ينفعش ان احنا نبطل نقول ايه ور 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 منسخ وطعميه. خد دي خد دي يا طعميه. خد دي خد دي. في ايه؟ اخد ايه طيب؟ ما انا يعني في ايه؟ شفت يا لهوي لو وقع. تعال يا حاجه الحاك يا انت فين؟ استنى انا انزل يا ربي يا واسي. ده انا لازم من فوق مخصوص. انا مش محتاجك يعني. بص يا اسطى احنا مش هينفع ان احنا نبطل ان احنا نقول منسف وطعميه وشاورما وبتاع.
قولي لي قولي لي ليه يا شاورما؟ ليه؟ لا ليه؟ مش شاورما بعد اذنك، شاورما دول العالم السوريين، انا الطعميه. الو اركزني هلب. لا بقى ما فيش اشتغلات سودا في ايه. يا عم بقى الساعة بطلع وبنزل بنفس الحتة، بطلع وبنزل بنفس الحتة. انت مثلا لو ما بقيتش ايه تقول لي يا طعمية، يجي لك واحد لما اخذة يقول لك ده الطعمية دي بتاعتني زي ما اخذ حاجات تانية كتير ماشي. يجي لك واحد يقول لك المنسف ده بتاعنا والفلافل دي بتاعتنا، عايزين ياخدوا كل حاجة ولاد الكلب. لا يا باشا مش من حقهم طبعا، والمشوار السكت قد كده من الاردن ومن مصر برضه شرق قد كده. انت عايز ايه؟ لا برمي كلام من تحت لتحت. ايوه من تحت لتحت. انت بتعمل ايه يا عايزين ياخدوا كل حاجه. طب لو انت شاطر قول لي اللي انت فين. لو انت بقى بلاش بلاش اصل الفيديو ده لقناتك. اللون ده معانا؟ اللون ده مش معانا يا باشا. انا عندي سؤال. رحت فين؟ عندي سؤال. هو الطريق من ايه؟ خدني معاك وانا وعدك ان اقول لك كل حاجه تقريبا. الطريق الله كلير. الطريق من عندي هنا. خش على البتاع البتاع ديت وهتمشي حبه هتلاقي بتاع بتدخل. يا عم الغشاش بط. يا نهار ازرق انا عايز التشيك بوينت اللي هنا. والله مالك يا اسطى في تشيك بوينت هنا وار. عارف ان هي هنا بس هي بعيد بعيد والله والله بعيد والله بعيد. قفل. استفدت ايه غير انت كسرت الحاجه؟ استفدت ايه؟ قفلها. بص ورا بيرو يا اخي البيت. بصوا جاي جاي مش بيدعم مثلا بهدوء. لا ده جاي طاير طاير يا بيه طاير. ماشي اتفضل يا باشا اتفضل. يابا ورا بيرو عيب. احي يا عم مالك يا عم؟ ايه ده انت بتلفلف تحت؟ احي اقول لك على الطريق. الطريق اين الطريق؟ ولا احنا هننزل. اين الديار والنبي؟ ايوه اكرم. انا هنزل من هنا ولا من هنا؟ وراويرو هو انا لازم انزل عندك كده؟ استنى بس هتعمل بعد اذنك. استنى استنى لما نشوف هنعمل ايه في الواقعة المهببة دي. يا تامر يا تامر هتنزل تغير اتجاه العربية يا تامر وتمشي لحد اما تطلع على ايه؟ لا سيبني بس دلوقتي. اغير ايه وانزل فين واروح فين يا باشا؟ انا مش عارف حاجة. انا مش فاهم حاجة. تامر سيبني دلوقتي يا تامر. سيبني دلوقتي. اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق. يا نهارك ابيض ما انا كنت صح اصلا. ايوه انت كنت صح. انا قلت لك انت غلط. بالله عليك بالله عليك انت ما شفتش اللي انا عملته يا اسطى. في ثلاث رمبات ورا بعض في الاسطوانه. الله يسامحك يا تامر. الله يسامحك. الله يخرب بيتك. ما انا كنت ماشي صح اصلا. اطلعي بقى اطلعي بقى. انا كنت ماشي صح. خلاص خلاص ايه المشكله يعني؟ عادي عادي يعني ايه المشكله؟ يلا يلا عدي. ايه افضل طالع فوق ولا ايه؟ فوق 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 هتلاقي طرق رمبات كتير وحاجات كتير وحوار. يا لهوي شفت انا كنت في نفسي. يا لهوي ده هو الطريق من ايه؟ وبعدين اطلع اروح فين ورا؟ شفت الطريق اهو. يا رب انقذني من وراويره. يخرب بيتك يا وار. ما انا كنت في نفسي. يخرب بيتك. انا مقدر والله يا سامي شعورك. انا كنت في المقدر. Where are you? I am flying. Flying. يخرب بيتك.
الو انا وصلت الطريق مقفوله ورا ارد على ايه فين اروح هتلاقي بتاعه كده احي لا والله كان فيها انا العبيط هتلاقي طريق كده بتاعتي اروح فين او اشرح بص يا صاحبي انت هتلاقي طريق يعني فول سبيد ونط وهتلاقي طريق على ايدك اليمين كده شوف هلاقي طريق يا اخي ولا شعوذة وعادي وعادي اديني اديني لا 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 يخرب بيتك ما قلتليش ليه ايه ده انت بتعمل هنا ايه انت بتعمل هنا ايه بجد يا اسطى الطريق من هنا يا اسطى وانت كنت فين انا كنت بتقطع كنت بصيف من جواك هكون كنت فين يعني انت بصيف البوس من غير ما تقول لي ريفين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن في رب بالنص لازم ننزل عليه لا 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 ليه 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 يا ابن الناس المحترمة ليه يا ابن الناس المحترمة علشان انا لو شفتك في حتة مش هعمل لك حاجة غير ان انا اجيب لك باتنين جنيه فول وامشيك ليه انا لبست في البتاع صح انا وانت وانا كمان طيب يا جماعة انتم منورين والله في الفيديو عاملين ايه ازيكم ماشي هنا من والله الاوقات اللي احنا بنتجه فيها ان احنا نعمل ايه انا عايز رينا يخرب بيتك احي طريق والله العظيم احي لا استنى بالله مش عايز اسمع لك صوت خالص ثواني انا بتقطع يا نهار ازرق لا ما هو لازم يبقى ده من تحت وماله يا شعب ياس انا مت تامر انا بحاول المرة السابعة تلف يا تامر مسمعكش صوت حاول يا باشا انا مش عايز اسمع لك صوت انا مش عايز احي تاني نفس الوقت غبية اللهم لا اعتراض على النبا اللهم لا اعتراض يا رب ما نتسرعش هنشوفها وهنجيلها بس ما نتسرعش ما نقبل راحتنا احنا ورانا ايه اللهم لا اعتراض على حكم اللهم لا اعتراض فعلا بقى ها بسم الله المحاولة رقم 3400 وار 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 ثانية واحدة ثانية واحدة بتقطع والله العظيم بتقطع ثانية واحدة انا بتقطع انا مش عايز اتوتر اكتر ما انا متوتر ما تتوترش يا وراوير طول ما انا معاك ماشي تمام انا اخدت تشيك بوينت يا انا وتامر في نفس الحته يا باشا بعد مليون الف محاوله شيء جديد والله يعني ايه ده انت بتعمل ايه يا اسطى عايز اعدي انت بتعمل ايه عايز اعدي عايز اعدي انت تحت اقسم بالله انت تحت اقسم بالله انت في الهوا تحت لا ده هاكر بقى ده هاكر عيب عليك انت وقعت انا جنبك والله طب اطلع كده امشي اتحرك اقسم بالله انت تحت انت وقعت طب امشي طيب يعني امشي يعني حرك العربيه بس بسم الله يا اخويا يا عم انت بتعمل ايه لا يا عم ولا اي حاجه ولا اي حاجة. انت ساحر هو ليه بيقول لنا رونج واي اللي تشيك بوينت هناك علشان احنا مش ماشيين في الطريق الصح طب ونمشي بالطريق الصح ازاي طيب كده اهو كده بقينا بالطريق الصح هيقول لك انت مش في الرونج كان المفروض ان انت تقول ان احنا نتقي ربنا وان احنا نحسن من نفسنا وبتاع فعشان كده انا بجد لازم انت تتقي ربنا
عشان كده انا مش وتحسن من نفسك اوسخ. تحسن من نفسك اوسخ. مش كفايه النت، مش كفايه النت يا اخي. يا صاحبي كلنا عندنا مشاكل في الانترنت. ايوه لا حول ولا قوه الا بالله. بيقول لك والله ما عارف يا ابني اقول لك ايه. يا معلش هي الدنيا دي كده يا صاحبي. الدنيا زباله. انا يلا بص اهو بدا بقى في العصبيه اهو تامر اهو. بحاول انزل. لا لا يا كلب يا زنديق عليك اللعنه. لماذا؟ هل وقعت؟ نعم ولكن يخرب لم بيتك يخرب. على بيت عينك. طب انا مالي؟ مين؟ I didn't do anything. والله ما عارف بس المهم انت يعني لازم انت ليك يد في الموضوع. I didn't even see you I swear. ايوان انا شايفك هناك بتتشقلب. لا 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 ده السحر مش عارف بعدين اروح فين. مش عارف اقسم بالله ما اعرف. لا أنا على لا ببقى. بتهزر اروح فين انا انا واقف هنا. طب اروح فين اعمل ايه اروح فين؟ والله ما اعرف والله ما اعرف. انا ماشي ببركه دار. استنى كده انت جنبي المفروض. انت عايز ايه انت في ايه؟ ايوه الطريق من هنا. لا اله الا الله. طب ما انت عرفت الطريق اهو. لا اله الا الله. امال لو تعرف اللي جاي يا جميل. يعني التفنيشه هي لا مش منطق مش منطق مش منطق والنبي يخرب بيت الزعل. والله العظيم يخرب بيت الزعل. تبقى انت متوقع ليه بس الفشل؟ ما انت متوقع الفشل يا تامر. توقع انت فين؟ بحاول ان انا افنش مش هقول لك اكتر من كده. بتحاول تفنش؟ هو اكشلي اعتبرني فنشت يعني صاحبي. لا جاهز هزار والله هزار البتاع ده. شفت ايه الطريق ده؟ استنى اوعى تفنش. يلا اوعى تفنش سيبني اقرب. ما عم ماشي عم هسيبك طبعا. تامر جاي هناك ورا وين صاحبي؟ عشان خاطر النت بتاعك خليك انت تفنش. خش يا صاحبي خش يا صاحبي. حلال عليك علشان الفلوس. الالف اللي انا رهنت فيهم حلال بس حلال عليك الفلوس. يلا مش مشكله. ذكر رمضان ذكر رمضان. شكرا يا اسطى. لا تنسى تضغط على زر الاشتراك في القناه ويعني اعمل اي حاجه.